مشهد سياسي مضطرب بطريقة غير مسبوقة تعصف بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. فلم تكتفي الانتخابات الرئاسية الستون بأنها تأتي في خضم تحديات داخلية وخارجية واحتدام المنافسة بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، بل زاد المعترك الانتخابي شراسة مع محاولات المرشحين اجتذاب أعضاء الحزب الآخر في سابقة هي الأولى من نوعها على المشهد الانتخابي الأمريكي. خلال مؤتمر لجمعية الحرس الوطني بولاية ميشيغان، أعلنت النائبة السابقة عن ولاية هاواي تولسي جابرد التي كانت تنتمي للحزب الديمقراطي تأييدها لترامب في سباق الانتخابات الرئاسية، معربة عن رفضها لما وصفته بثقافة الانتقام السياسي المناهضة للحرية وإساءة استخدام السلطة، داعية لإعادة ترامب إلى البيت الأبيض. أنا فخورة بالوقوف هنا أمامكم، سواء كنتم ديمقراطيين أو جمهوريين أو مستقلين، إذا كنتم تحبون بلدنا مثلما أحب أنا، وإذا كنتم تعتزون بالسلام والحرية، أدعوكم للانضمام إلي في بذل كل ما في وسعنا لإنقاذ بلدنا وانتخاب الرئيس دونالد ترامب وإعادته إلى البيت الأبيض للقيام بالعمل الشاق المتمثل في إنقاذ بلدنا وخدمة الشعب. إعلان جابرد جاء بعد أيام من إعلان الديمقراطي السابق والمرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 روبرت إف كينيدي جونيور دعمه لدونالد ترامب، وذلك فور انسحابه من السباق الانتخابي. في المقابل وقع أكثر من 200 مساعد ومستشار سابق للمرشحين الجمهوريين الرئاسيين الثلاثة الذين سبقوا ترامب، وهم جورج دبليو بوش وجون ماكين وميت روماني، خطاباً أعلنوا فيه تأييدهم لكامالا هاريس ونائبها تيم وولز، محذرين مما وصفوه بمغبة 4 سنوات أخرى من فوضى حكم دونالد ترامب. جاء ذلك بعد أيام قليلة من اعتلاء عدد من الجمهوريين وعلى رأسهم المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق ستيفاني غريشام منصة الديمقراطيين في مؤتمر الحزب في ويسكونسن، ليعلن الجمهوريون صراحة تأييدهم لهاريس. التأييد العكسي حالة من الانقسام الواضح تعد الأولى من نوعها تسود المشهد الانتخابي الأمريكي وتخلق حالة من الضبابية في محاولة تفسير الرأي العام الأمريكي.